السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج خدمي يعنى بقضاء حوائج الناس، بعمل الوزارات والدوائر الخدميه بانجاز معاملات المواطنين، وكذلك يهتم بالمشاريع المنفذه التي تخدم هذه الشريحه. ما زلنا في تغطيه لاعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي على مدار مجموعة حلقات، وهي بالتأكيد ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين إن كان في بغداد وبقية المحافظات. الآن بما أنه بدأت انطلاقتها من بغداد، وأيضا الأخ أبو علي الكوفي يقول لحظة، مو بس بغداد، أصلا في الناصرية يعني كأنها تعمل من فترة طويلة، وهذا شيء يحسب، يعني أن يكون أكثر من مكان الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. أيضا اليوم راح نسلط الضوء على عمل هذا الفريق، وأيضا المناطق التي شرع بتقديم الخدمات إليها، وكذلك في المستقبل القريب أين سوف يحط رحال هذا الفريق أعماله. لنشاهد المشاهدين الكرام نحن وإياكم هذا التقرير لجهد الفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في إحدى مناطق بغداد، ومن ثم نعود نكمل وإياكم حلقة هذا اليوم. إشارة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني، تم تشكيل فريق الجهد الخدمي الهندسي لمكتب رئيس الوزراء تقديم الخدمات بشكل عاجل المناطق المحرومة من البنى التحتية والصحة وكذلك الكهرباء. ابتدأنا باكورة العمل في منطقة الشاكر العاني في مدينة الحرية. هاي المنطقة السكنية تعاني من عدم تقديم خدمات لفترة طويلة. الشارع هذا يمتد تقريبا طول كيلو متر، إضافة إلى راح ندخل في الأزقة والأفرع للشارع الرئيسية الطولية. يتم تحشيد جميع الجهد الآلي الدولة العراقية من آليات ومعدات ومهندسين لتقديم الخدمات لهذه المناطق. اللجنة هاي اللي شكلت حاليا أول منطقة، هاي أربع مناطق في مدينة بغداد، من ضمنها منطقة شاكر عاني ومنطقة حي الكوفة في مدينة الشعب ومنطقة دوانم في الشعلة ومنطقة النهروان في أطراف مدينة بغداد. اليوم تقوم لجنة الحشد الشعبي المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء بتقديم الخدمة للمناطق التي تعاني من نقص شديد في الخدمات. تستمر بجهود الوزارات ووزارة البلديات ووزارة الإسكان وأمانة بغداد ومحافظة بغداد. مثل ما تلاحظ اليوم الأعمال مستمرة في هذه المنطقة، ولا يتم الخروج إلا بعد إكمال تقديم الخدمة بالكامل وإكساء الشوارع لهذه المدينة. حقيقة هذا الجهد اللي تشوفوه هو جزء من جهد حملة الخدمات والحملة الهندسية اللي أقرها مجلس الوزراء على أساس تشكيل اللجنة الخدمية والهندسية، هدفها تقديم الخدمات للمناطق المحرومة وخاصة في المحافظات الكبيرة مثل بغداد وغيرها من المحافظات. إن شاء الله بدأنا اليوم احنا في شارع شاكر العاني باتجاه الدوانم. بالتأكيد العمل يعني منطقة محرومة وأهل المنطقة يستحقون هذه الخدمة. السيد القائد العام للقوات المسلحة سعيد أن يبدأ العمل بوتيرة عالية وبسرعة، وحقيقة هاي إرادته وهاي رغبته أن نكون هكذا. هيئة الحج الشعبي عضو فاعل في هذه اللجنة، بدأنا في الرصافة اليوم في حي الكوفة منطقة الشعب، ونستمر بالأحياء تباعا. المشرف على عملنا كله هو أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهم هم يعني الحكومة المحلية اللي تشرف على عملنا في بغداد. عندنا إن شاء الله فكرة، والسيد القائد العام للقوات المسلحة، أن نتجه للمحافظات وضمن جدول وضمن برمجة إن شاء الله يعلن عنها تباعا. الهمة التي انطلق بها رئيس مجلس الوزراء خلال 10 أيام الأولى
من عمر هذه الحكومة تبين أن هناك جدية حقيقية لبيان الإصلاح والإعمار وخدمة المواطنين في خصوصا في المناطق الشعبية مثل مدينة الحرية والشعلة والتاجي وسبع البور وغيرها من مناطق محرومة. ظهر من خلال هذا القرار أن بالإمكان أن يتم إنجاز الأعمال دون البقاء على الروتين القاتل الذي أثر علينا لسنين طويلة، ونأمل أن تستمر الملاكات الهندسية والجهات المعنية بهمة عالية لبيان مدى الإنجاز الذي تقدمه هذه الحكومة، خصوصا أن أبناء الشعب العراقي مستبشر وينتظر تواقا لتظهر هذه الآثار ويرى الإصلاح ويبدأ بمرحلة جديدة من حياة العراق إن شاء الله. احنا طبعا مواطنين منطقة الحرية الزراعي نشكر السيد رئيس وزراء محمد الشياع السوداني بهذه الحملة الجبارة الروعة الجميلة التي أفرحت المواطنين بإكساء شوارع منطقة الزراعي الحرية وكل المنطقة فرحانة بهذا الإنجاز. طبعا احنا نتأمل ونناشد السيد محمد الشياع السوداني رئيس وزراء بتمليك هذه المنطقة، تمليك المواطنين، لأن يعني منطقة قديمة، وهذا الإنجاز خلى المواطن يفرح ويتأمل أكثر وأكثر من هذه الحكومة الجديدة التي نتبارك بها ونحمد الله ونشكره على هذه المبادرة. مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع برنامج خدمتكم الحلقة الخاصة بالفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. طبعا هذا الفريق شكل من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني بقرار بأمر ديواني، وأيضا سوف يعمل على كل محافظات العراق، وهذا ما سمعنا بأكيد راح نستفسر بأسئلة و يعني تكهنات لدينا بين هذا الفريق، هل يستمر أم لا؟ كل هذا الأسئلة وكل أسئلة اللي تورد في خواطركم مشاهدينا الكرام سيتم الإجابة عليها مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمود عزيز، مدير عام التخطيط والمتابعة في أمانة بغداد وعضو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. نرحب بك أجمل تحب أستاذ محمود، شكرا لحضورك. شكرا لجهودكم. شكرا دكتور، الله يحفظكم خدمتكم خادم ابك. اليوم استاذ محمود احنا شاهدناك بالتقرير اول المتحدثين، وهذا التقرير كان منذ مده، لكن احنا كاعلام نوضع نصور البدايات حتى نشوف النهايات. استضافني الاستاذ ابو علي الكوفي تحدث قال احنا نعطي اسقف زمنيه، ولكن ممكن في اقل من هذا السقف الزمني ممكن ان ينجز، هناك خلية كبيرة يعني ورصد يومي تقريبا من قبل رئيس مجلس الوزراء لهذا الموضوع، وهذا الموضوع طبعا هو ليس بقليل وليس بالسهل أن يكون عمل جهد جبار كهذا الفريق. هذا تساؤل عام أستاذ محمود، لكن قبلها أريد نعرف ما هي الدوائر التي تنضوي تحت هذا الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الفريق من بداية شروع الفريق اجتماع الأول مع دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، اليوم اللي بعده صارت انطلاقة في أربع مناطق في مدينة بغداد. صراحة كانت الانطلاقة الأولى الجهود الحشد الشعبي المقدس بآلياتهم، دخلنا بأول مناطق هي منطقة الحرية، منطقة الدوانم، ومنطقة النهروان، ومنطقة حي الكوفة. في بداية العمل كان انه توجيهات انه تكون انه يتم انجاز العمل حسب المواصفات، ويجب ان تكون هناك فحوصات مختبرية، ويجب ان تضاف لجميع الجهود. بدينا منطقة الشاكر العاني، منطقة تعاني من حرمان كثير طبعا، ومنطقة الاهالي
عاملين من شبكة مجاري ومياه أيضا، جينا احنا نكمل عملهم. بداية عملنا كان انه مرات انه الفترة الزمنية ذات يعني تسألت عليها، ما دام احنا جهودنا طبعا ليل مع نهار ما توقف، متابعة شخصية من دولة رئيس وزراء ومتابعة من قبل الفريق ايضا مع المواطنين، مرات المواطنين يعني يريدون خدمات اخرى، نلتقي بهم يقولون مثلا احنا عندنا شبكة مجاري لكن ما كان تصميمها مطابق للمواصفات الفنية، فنضطر احنا نعاونهم ونربطهم بشكل نظامي مع شبكة المجاري الصرف الصحي. اكو مناطق هي هاي صار سبب تأخير بي، اكو مناطق لا بالعكس لقيناها شبكة مجاري ممتازة. منطقة الشاكل عاني احنا بدينا بلطنا الشارع الرئيسي، يعني الحمد لله بدينا الافرع المقرنص كملنا تقريبا وصلنا نسبة انجاز 60%. اليوم كنا في زيارة لهم قبل فريق الخدمة الهندسي، فمنطقة الشاكل عاني ان شاء الله تكمل كأول مناطق انه كلمة خدماتها بالكامل ويطلع منها فريق الخدمة الهندسي. جميل، يعني بعد قد نشوف منطقة العاني تكمل؟ ان شاء الله ما تتجاوز 10 ايام كامله بالكامل. ان شاء الله بهذه الفتره. نعم بهذه الفتره القصيره تلتقيس هذا مثلا اذا تقدم خدمات لمنطقه مشابهه يعني السنوات السابقه تحتاج لك الى اشهر لانه شبكه مجاري وشبكه مياه وشبكه طرق ايضا بها، لكن لانه جهود كافه الدوله هي هذا فكره فريق الخدم الهندسي انه نحشد جميع اليات الدوله العراقيه ونبدا باسلوب التنفيذ المباشر هي الاليات، فقط تبقى المواد علينا. في هذا الطريقه راح انه انت تستطيع الكلف المشاريع تقل عندك بنسبه الى من 40 الى 50%، وهذه الكلف تستخدمها في مشاريع اخرى تقدمها. جميل. يعني ما تستعين بشركات اللي تسمى يعني انت في امانه بغداد تعرفون يعني المشاريع. شوف شركه ايطاليه لكن بالتالي هم شركات محليه مو ثانويه بل يمكن عشريه يعني. صحيح. هذا هاي الشركات مشخصه. فريق الخدم الهندسي يعتمد على الجهد الذاتي للدوله العراقيه. احنا من بدينا مثلا اعطيك مثال بسيط على عمليه الاكساء. عمليه الاكساء طبعا هي تتطلب اليات، فارشات، حادلات، اظلافها موجوده عند الدوله العراقيه، معامل موجوده. يبقى لنا فقط المواد الاوليه لصنع الخلطه الاسفلتيه. المواد الاوليه ايضا جهود الحشد الشعبي المقدس عندهم مواد اوليه استخدمناها في عمليه الاكساء. في اما مشينا الجهد الخدمي حاليا بدينا ننسق مع وزاره التخطيط لادراج كلف لشراء المواد الاوليه بالنسبه للاكساء او شراء مواد اوليه بالنسبه للباور كيربر او للسواق الوسطيه. في هذه الحاله راح يستطيع الجهد يقدم خدمات بشكل كامل، معامله موجوده، الياته موجوده، والمواد الاوليه ايضا مخصصه للمال بدون احتياج اي شركات. ممتاز. نعم. جيد. يعني اكو سؤال يمكن يبادر عند جميع الناس بما فيهم يعني كمواطن، يعني هاي بعد يمكن فترة سنة سنتين راح نشوف التبليط قفة يشيلوه بالإيد مثلا، يعني مع احترامنا لجهودكم. صح. نشوف مجاري ماكو بأول مطرة فاضت الشوارع مثلا بالعاني مثلا يقول اللي راح يستلمها الأهالي جاهزة بعد 10 أيام. اكو هيك نفس لو عملكم دقيق جدا؟ احنا عملنا تجديد يعني التوجيهات مشدده من قبل دوله الرئيس وزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني انه العمل يكون ضمن المواصفات العراقيه والمواصفات المطابقه. لهذا احنا ضمن فريق الجهد الخدمي وضمن جهود امانه بغداد والحشد الشعبي المقدس هناك شركه ابو الرشد، شركه فاحصه معانا في جميع المواقع، فكل مواقعنا موجوده شركه ابو الرشد، شركه فاحصه، موجود مهندسين ياخذون نمذجه فحوصات مختبريه بالكامل. فقط عندنا شبكات المجاري المنفذه من قبل الاهالي، هي طبعا اكيد المنفذه مو ضمن المواصفات مرات تلقاها. مع هذا الفريق الخدمي اليوم احنا كنا مثلا منطقه الشاكل عاني استمعنا للناس قالوا احنا نحتاج تبديل انبوب، وهذا لانه اذا بلطت وصاروا نفس الانبوب اضطرينا انه ناجل عملنا نبدلهم انبوب ونعالجه عمود ما يكون مو ضمن المواصفه، فاحنا نعالج دائما من ضمن المواصفات الفنيه ان شاء الله. جميل، احسنت استاذ محمود. بما انه تحدثت عن شركه ابن رشد، يعني نعرف من هي الدوائر اللي تنضوي تحت هذا الفريق؟ هذا الفريق هي دوائر هي بشكل عام كل مؤسسات الدوله، لكن ضمن الفريق بالاسماء المذكوره هي دوائر وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الاسكان والبلديات، امانه بغداد، الحشد الشعبي المقدس، وزاره النفط، وزارة الكهرباء،
ذن الوزارات وزارة الصحة أيضا ذن الوزارات المهمة في تقديم خدمات، لأن فكرة الفريق الخدمي الهندسي ثلاث محاور. هو المحور الأول هو كان توجه إلى المناطق المحرومة، وخلال 3 أشهر إلى 4 أشهر يكون المواطن يلمس الخدمة المقدمة. المحور الثاني هي معالجة المشاريع المتلكة على الخطط الاستثمارية وخطط تنمية القانونيين في ضمن وزارة التخطيط، وتشكل لجان وتعالج المشاريع المتلكة نسبتها الواصلة إلى 70%. هذا المحور الثاني. المحور الثاني أيضا الثالث هو اقتراح مشاريع جديدة لهذه المناطق المحرومة. يعني من ضمن مهام الفريق أنه يقترح مشاريع ويدرجها مع وزارة التخطيط لمعالجة أي مشروع خدمي. بالنسبة للمناطق المخدومة ليس فقط البنى التحتية من طرق وشبكة الصرف الصحي والإسالة، لكن أيضا أنه معالجة المراكز الصحية وأيضا المدارس. جميل. فهم عندنا اتجهنا على المدارس أنه تجهيزهم من الحشد الشعبي أنشأ مصنع خاص لإنتاج الرحلات المدرسية كمرحلة أولى. فهم بدينا أنه المدارس يعني نأثثها ونعالجها. عندنا توجه من دولة رئيس وزراء أنه ما تبقى أي مدرسة تفقد إلى هاي الرحلات. ممتاز. يعني مثلا إذا كان عندهم مشاكل في الكهرباء وكذا، هذا هم ضمن الجهد الفريق؟ نعم، وزارة الكهرباء جهودها مباركة وكبيرة وبشكل داعم جدا هذا. يعني عندنا عضو الفريق السيد الوكيل الوزير السيد نزار التميمي مجند مع الفريق هو كوادره، عالجنا جميع الاختناقات في هذه المناطق الغير مخدومة، تزويدنا بمحولات سلوك جديدة، حتى إنارة صار هم جوا. يعني وزارة الكهرباء من هذا المنبر المبارك نقدر نشكرهم شكر كبير صراحة. نشكرهم ايضا احنا دورنا كقناه نحن نشكر كل انسان يقدم جهد لهذا البلد بالتاكيد. يعني هذا واجبنا. اذا يعني نقول انتم ما تسلمون المدينه اذا ما كانت مخدومه بكل التفاصيل. نعم طبعا كل تفاصيل كل تفاصيلها ان شاء الله. قلت لك كل تفاصيل البنى التحتيه ما نطلع منها اذا ما يسلم الى الدوائر المعنيه والمواصلة لجان السلام، اضافه الى استماع الى طلبات الاهالي. هناك طلبات طبعا ما توصل للفريق الخدمي الهندسي، لكن لما تنزل الميدان وتجتمع معهم تتولد لك طلبات اخرى. هم نحاول نساعدهم ضمن مؤسسات الدوله الاخرى المسانده لنا. ميزانيه جيده تكفي لانجاز هذا العمل الكبير؟ احنا لحد الان يعني لو اقول لك بدينا بجهود ذاتيه فقط، ولحد الان يعني ما مخصصه مبالغ لنا، لكن احنا لازم ننطلق. لكن هناك اجتماع دوري دوله رئيس وزراء اجتماع مع وزاره التخطيط ووزاره الماليه، ووضعنا ادراج مشاريع ضمن المكون على مكتب رئيس وزراء. والسنه القادمه ايضا عندنا مكون على مشروع كامل اسمه فريق الدعم الهندسي. سوف توفر مبالغ لشراء المواد الاوليه فقط وللتنفيذ المباشر من قبل اليات الدوله. ممتاز. اذا استاذ محمود هسه نقول اي المناطق اللي الان جاري العمل بها؟ بالنسبه لقاطع الكرخ عندنا منطقه الحريه شاكر عاني، قاطع الشعلة عندنا منطقة الدوانم اللي هي مساحتها تقريبا 4000 دونم. وعندنا مسكونة 4000 دونم؟ مسكونة بالكامل منطقة الدوانم، أكثر من مدينة الشعلة صراحة. عند سكانها مسكونة بالكامل. عشوائي لو لا لا، هي بها هي احنا نشتغل واقع حالي مو عشوائي، لكن بها شوارع بها زقة بس هي زراعي. بس هي زراعي جنسها زراعي هي المناطق. منطقة السبع البور التابعة لمحافظة بغداد أيضا ضمن جانب الكرخ بدينا بها. جانب الرصافة منطقة حي الكوفة في قاطع الشعل. تاجيات أيضا بالكرخ حسنت تاجيات منطقة سكنية طابة صرف مو زراعي بدينا بها. جانب الرصافة عندنا حي الكوفة بالشعل وحي البساتين وحي المصطفى وسبع قصور، بالإضافة إلى منطقة النهروان اللي هي تابعة لمحافظة بغداد. النهروان ترى مساحته كبيرة جدا يعني بالنسبة للرصافة. النهروان مساحته كبيرة جدا، لكن احنا منطقة محرومة عانت بشكل كبير عدم وجود شبكة مجاري. هذا عرقل انه كان هناك تركب احدى الشركات عندهم مشكلة في شحة المياه. عالجنا شحة المياه انه كان لا يتطلب خط جديد من الكهرباء، وزارة الكهرباء ساعدونا نوفر محطة المعالجة للمياه. بالنسبة لشركة المجاري هالاسبوع انه يعلن على شركة المجاري. مع هذا دولة رئيس وزراء اكد انه لازم تفرش بسبيس المنطقة وتبلط الشوارع اللي قريبة على المدارس اللي والشوارع الرئيسية بطبقة 10 سنتيم حتى انه يخف الضغط على المواطنين. وكان رد انه اي استثناءات من مكتب رئيس وزراء مجلس وزراء
واي مبالغ حاضرين وفرها الفريق لكن يكون المواطن توصل للخدمه بشكل صحيح. ممتاز، اذا هي خطه مرسومه. نعم موجود. يعني قبل الشرعون بالعمل يعني. طبعا. ومدروسه بحيث هناك اسقف زمنيه. بعد العام منو هي المرشحه ان تسلم يعني؟ بعد منطقه العاني عندنا منطقه البساتين يعني هم وصلت مراحل متقدمه، منطقه التاجيات ايضا وصلنا مراحل متقدمه بها تسلم. باقي المناطق مثلا حي الكوفه مناطق كبيره جدا، سبع قصور، حي الكوفه تقريبا 55 عندنا زقاق. هاي بدينا به 55 زقاق، وجدنا قلت لك لما نزلنا ويا الناس عندهم يعني مياه الاساله ما مربوطه صحيح. وفرنا لهم من اماره بغداد، مشكور معالي امين بغداد، وفر لنا تقريبا 2000 منفذ جديد. اضطرينا نسوي منافذ جديده لهم كازقه. سوينا 3 خطوط مجاري رئيسيه بحي الكوفه لخدمه الناس. سوينا خط مجاري البارحه، قطعنا تقريبا اول البارحه خط بغداد كركوك، ظلينا 6 صباحا قطعنا الشارع الرئيسي اللي ربط منطقه البساتين مع الخط الرئيسي. هاي سوي المعالجات انجزت بالكامل. فكل منطقه بها مشاكلها تختلف عن المنطقه الاخرى. فالسقف الزمني هو كل منطقه لها سقف زمني يختلف عن المنطقه الاخرى. ممتاز. ذكرتني بخطوط الناقل للمياه العاصمه. خط زبلن انت بامانه بغداد. نعم. شنو وضعه؟ ذكرته هسه صار له وايد عصير. خط زبلن هو خط رئيسي يخدم مناطق شرق بغداد. منطقة الرصافة على خطين مجاري رئيسية، خط زبلن وخط بغداد اي تي، ومنطقة الكرخ وخط الدبليو تي. خط زبلن طبعا هذا منشأ من الثمانينات وخط قديم جدا. ضمن خطط عمارة بغداد سوينا خط القدس ومحطة القدس خط موازي له. هناك عمليات تنظيف له مستمرة. لكن خط يعتبر قديم. حاليا في نية أمانة بغداد تعاقد مع شركة ألمانية لأغراض التنظيف وإعادة تأهيله بالكامل. وتم ادراج مشروع بهذا الشكل مع وزاره التخطيط. انا اعرف استاذ محمود صار هاي فتره طويله، اتذكر من كان علي الحميداوي. نعم. رئيس هيئه خدمات بغداد. نعم. اتذكر رحنا صورنا خط زبلي. نعم. قال راح تجي شركه تنظفه، يعني هذا الله يعني ما ادري بيا سنه يعني. هذا يعني مو 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 اعلى من 17 مستحيل، يعني 2014 15. نعم. نعم. يعني هسه احنا بال 22 بعده لحد الان هو خط زبلي كمان. نعم هو نعم علي حميداوي تحية شكر تقدير له، كان متابع لنا جودة مات بغداد بشكل كامل. الرجل صح كانت هناك شركة لكن مع الأسف ما صار تعاقد مع جائمين جديدة مات بغداد وانهمل تقريبا الموضوع. وايد استاذ محمود يومية جائمين جديدة من الموضوع. لكن هناك التوجه صراحة من خط زبلن انه عندنا حاليا جاي ينفذ خط آخر، خط القدس الثاني. اللي وهم يساعد في تقليل الضغط على خط زبلن. بالاضافه عندنا خط الخنساء ومحطه معالجه حاليا الاستشاري كمل مواصفاته وهم راح يتنفذ ايضا. كل ذني المشاريع راح تخفف عن الضغط عن هذا الخط المجاري. بالتاكيد راح يكون رئيس الوزراء يعني اكيد يكون داعم لهكذا مشاريع خدمية. صراحه الرئيس وزراء ليس فقط داعم لكن عنده نظره اكبر من صراحه. اقترح لنا يمن كان نائب، اقترح لنا قناة الشرطة قناة الكي اس دي اللي حاليا اصبحت مدن وراها بالكامل. صح. اقترح لنا انشاء خط مجاري بالكامل ويا قناة الشرطة ويستعيض عن خط زبلن. وكان هي اللي معامل ما معامل اللي يبدي قناة الشرطة تبدي من بوب الشام، بوب من الشام. منطقة الشعاب الى جسر دياله. وهذا يمر من خلف مدينة الصدر الاولى والصدر الثانية والحبيبية وبغداد الجديدة والرسومية. فهذا يخدم شرق بالكامل. هاي خط قناة الكي اس دي قناة الشرطة انه قال يريد الشركة نجيب شركة تنفذ وتصمم هذا خط المجاري. وهذا اذا صار هذا الخط معناته راح مشاكل خلف السد والمدن كلها تنحل بالنجبة شرق الرصافة. فهيك مشروع استراتيجي ايضا من ضمن برنامج الحكومة لدورة رئيس الوزراء. احسنت استاذ محمود، شكرا على التوضيحات. حتى ناخذ تقرير ومن بعدها عندنا سؤال بخصوص المناطق في المستقبل، اكيد عندكم مشروع بهذا الموضوع. مشاهدينا الكرام نستمر بتقديم حلقه اليوم، الحلقه المميزه الخدميه في برنامج بخدمتكم. نشاهد نحن وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي يعرفنا على عالية العمل بفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي.
توجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء وبإشراف من قبل الكادر الهندسي التابع إلى رئاسة وزراء، تقوم بحملة داخل منطقة شاكر العاني، حيث تتضمن هذه الحملة مساندة الدوائر الفنية المتمثلة بدائرة المشاريع ودائرة بلدية الشعلة والدوائر الساندة مثل الكهرباء، حيث يتضمن العمل القيام بأعمال فتح بوكس ترابي داخل المنطقة من بعد تهيئته وتهيئة خطوط المجاري، ومن ثم فرش طبقة من السبيس لتهيئته لغرض الإكساء. باشرت الدوائر دائرة بلدية الشعلة ودائرة المشاريع كل من ضمن اختصاصه، حيث قامت دائرة بلدية الشعلة بتنفيذ خطوط المجاري وأعمال صيانة لشبكة الماء، كذلك تقوم دائرة المشاريع بصب القالب الجانبي لغرض تهيئته للإكساء للمقطع الأول والمقطع الثاني، ومن ثم المباشرة بأعمال الفتح البوكس فرش السبيس والمباشرة بالإكساء. فريق الجهد الخدم والهندسي شكر من الزراء من قطاعات مختلفة من قطاعات الدولة، وبالتالي ابتدأ العمل قبل أسبوعين بشكل مباشر، ونتائج الآن ملموسة في المناطق، وسنبدأ بتوجيه دكتور رئيس الوزراء المحترم مرحلة بعد مرحلة تقديم الخدمات للمناطق المحرومة التي تنقصها الخدمات. نوفر الخدمات لكافة هذه المناطق. العمل متابع من السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، نسب الإنجاز يطلع عليها بشكل دوري إن شاء الله، وكل آلياتنا وجهودنا كأمانة بغداد، الحشد الشعبي، الأخوة أيضا موجودين، الهندسة الأخ أبو علي الكوفي ما قصروا، آلياتهم تعمل ليل ونهار في هذه المواقع، وإن شاء الله راح تكون نقطة انطلاق لمواقع كثيرة في بغداد. والله هذا الشغل ما متوقع يعني. لا إن شاء الله إحنا. إنجازات السيد علي. يعني. إحنا للأمانة السيد رئيس مجلس الوزراء يعني من ضمن برنامج الحكومي هي حكومة خدمات. وارتأى أن تكون بداية الخدمات من هذه المناطق، وهي يعني فعلا خطوة جيدة وممتازة. كل الجهود تضافرت، وزارة الإعمار والإسكان، الحشد الشعبي، الكهرباء، الأمانة، كل الجهود تضافر، الصحة، التربية، كل الجهات الحكومية الداعمة إن شاء الله تكون بخدمة هذه المناطق إن شاء الله. وأي شيء تحتاجون السيد مدير عام البلدية موجود، الأخوة موجودين، وما نبخس جهود الجميع، ونريد تعاونكم ويانا بالحفاظ على المنطقة، بالحفاظ على المشبكات إن شاء الله. يعني أنا دخلت بلا زقة إن شاء الله الأمور طيبة. شاكر العاني هو باكورة عملنا في فريق الجهد الخدمي والهندسي. شكرا للأهالي المتعاونين، شكرا للسيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الذي أمر بهذه الحملة الكبرى لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة، وخاصة المناطق الزراعية التي تحولت وأصبحت واقعها المناطق سكنية. نحن الآن في 7 مواقع بالإضافة إلى شاكر العاني، الدوانم وسبع قصور والكوفة والتاجيات، وكذلك البساتين والثعالب إن شاء الله متقدمين لها عن قريب. كل هذه المناطق مشمولة، بعد ذلك ننتقل للمحافظات. حملتنا تشمل الطرق وكذلك الكهرباء والمدارس والصحة، كل ما يتعلق بحياة الناس. نقدم المساعدة ونقدم العون لأخواننا في الوزارات الأخرى، جهد هندسي عظيم نزل إلى هذا. الحج الشعبي هو رأس حربة هذه الحملة، وهو الذي بدأ الحملة أولا، وذكرها السيد القائد العام للقوات المسلحة في أول لقاء له بعد تصويب القرار 286. قرار 286 ليس له سقف زمني مستمر لحين انتفاء الحاجة. إشارة توجيهات دولة رئيس وزراء محمد شاع السوداني، هذه المنطقة من أول المناطق التي تم العمل بها والدخول بشكل كامل من قبل الجهد الحكومي. حاليا واصلنا مرحلة إنجاز متقدمة، هذا الشارع كملنا الباور كيربر، وكذلك شارع بعرض 15 متر يربط بين محل 424 إلى شارع الربيع، أضافة إلى دخلنا بدخول الأزقة، هناك أزقة اعتبرناها كواقع حال، عمل ساقية وسطية حاليا، وبعدها يتم إكساء الأزقة بالكامل. ونشكر المواطنين على التعاون مع الإقامة ورفع التجاوزات والتعاون مع كادر، ومن أوائل الحشد الشعبي المقدس الذي ساهم بشكل كبير في نجاح عمل دولة رئيس الوزراء. إشارة إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم المهندس محمد الشياع السوداني، باشرت كوادر أمانة بغداد والحشد الشعبي بتقديم الخدمة للمناطق الزراعية ضمن قاطع بلدية الشعلة. اليوم مثل ما تلاحظون لدينا أعمال ترابية وأعمال مجاري، وأيضا إصلاح كسورات المياه، و
ما يتطلب كل ما تتطلبه المدينة. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نعود وإياكم وحلقة هذا اليوم وفريق الجهد الخدمي الهندسي في الميدان. فعلا هم الآن في الميدان وشاطر من الرأي أستاذ محمود عزيز حول هذا الموضوع. نسب الإنجاز بدأت تتصاعد على حديث الأخ أبو علي كوف، يقول بأنه احنا نسبة يعني ما عندنا من الجهد هو 10% تقريبا أو أقل. ولو نفتح الجهد بأكثر إمكانية ب 100% بطاقة 100% لكان العمل يختف، لكن عملية نضوج الفكرة بتقادم الزمن هي من شأنها أن تضفي لهذا العمل صورة أجمل وصورة أكثر واقعية بإنتاج عمل خدمي واقعي ملموس ولكن بعد فترة وجيزة. يعني مثل ما تفضل الأستاذ محمود يقول احنا جهدنا وفق مواصفات، يعني مو عمل يابا اليوم بس قنعوا الناس بلطوا لهم شلون مكان وحتى يكون، لا هذا عمل تحت اشراف دولة تحت اشراف شركات ورقابة، وهذا اهم ان يكون فعلا رقابة على كل مؤسسات الدولة. ما نتحدث فقط هسه على الخدمي، كل مؤسسات الدولة لو كانت فعلا هناك رقابة وتفعيل دور الرقابة، لكن الآن من شاهد فساد إداري موجود، لن شاهد صفقة القرن، لن شاهد سرقة الإنترنت، لن شاهد سرقة أموال العراق. هسه سرقة الإنترنت يعني نقطة في بحر، والمبالغ اللي قاعد تهدر والجوازات الدبلوماسية التي تعطى، واليوم الرقم الخيالي اللي يتحدث عن 45,000 جواز دبلوماسي، يعني رئيس مجلس النواب ما ادري كم جواز دبلوماسي، العائله الفلانيه ما ادري جد، يعني حتى اللي بالسوشيال ميديا المعروف هم صار عنده جواز دبلوماسي. على العموم نرجع للخدمي، هو هذا موضوع أسوأ بصراحه لهذه الدوله من الداخل. نشوف جوازنا مثيل قوام الجوازات بالعالم. على العموم مشاهدينا الكرام، نتواصل مع الأستاذ محمود عزيز مدير عام التخطيط والمتابعة في أمانة بغداد وأيضا عضو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. أستاذ محمود، تحدثنا قبل الفاصل عن المناطق اللي تم العمل بها وشروع بالعمل بها، المناطق الآن التي مرسوم لها أن تكون بالمستقبل القريب الشروع بها، من هي المناطق؟ احنا البارحة قبل يومين بدينا منطقة بوب الشام، منطقة السريدات، منطقة واحد حزيران ايضا بدينا عمل بها. مناطق عندنا مرشحة في قاطع بلدية الرشيد ايضا سوف نلتقي بالاهالي ايضا وياهم. مناطق اخرى مرشحة ضمن قاطع بلدية الشعب، لان بلدية الشعب هي اكثر منطقة بها نسبة مناطق زراعية. يعني اذا اعطيك مثال على كبلدية عندها 27 محلة سكنية وعدد المناطق العشوائية 34 كأنه محلة، يعني أكثر من مناطق السكنية. فلهالسبب أنه كنا نركز على بلدية الشعب لأن أكثر منطقة بها تجاوزات، هاي مناطق غير مخدومة. إحنا صراحة ما فتحنا أكثر بعد مناطق، لأنه أي تجربة تريد تنجح هي لازم تقيم بداياتها وتعالج الأخطاء اللي وقعت بها وتعد الكشوفات بشكل صحيح وتنطلق انطلاقه بعد تكون مستمره. لهالسبب احنا قلنا خلينا نكمل هاي المناطق، يعني هسه راح نكمل اي منطقه تكمل تدخل لها منطقه اخرى ان شاء الله. وايضا بالمحافظات بدينا محافظه الديوانيه بدينا عمل بها، وزاره الموارد المائيه سعانينا بهم مع الفريق الجهد الخدمي ونزلنا في مناطق بها. كذلك اوضح انه مثلا عندنا مناطق على مود يصير في شكل تنافسي لوزارات الدوله حسب توجيه دوله رئيس وزراء، قال ايد كل وزاره تاخذ منطقه وتكون بها تنافس او الوزارات الاخرى. مثلا منطقه سبع البور اعطيناها لوزاره النفط،
منطقة أسهل السريدات اللي هي وزارة الدفاع. عندنا ننتخب منطقتين من فحامة مثلا والبلدية الرشيدة إلى وزارة الإسكان والعمار. يعني المعنى عفوا أستاذ محمود إلى وزارة الفلانية، هل الوزارة آليات تعمل فقط لو هي تدير العملية بالكامل؟ لا، راح تكون هي طبعا كل منطقة نشكل من ضمن صلاحيات الفريق تشكيل لجان فرعية. اللجان الفرعية يكون مدير مشروع مثلا منطقة الحرية، مدير مول الشعلة، مدير مشروع هو المهندس علي كامل الساعدي، مدير عام بلدية الشعلة هو مدير مشروع اللي فرع يعتبر عندنا، منطقة الشعب مدير مشروع ومدير عام بلدية الشعب سيد جعفر، وهكذا. فتكون لجان فرعية من ضمنها يكون هي مسؤولة عن العمل، والفريق الخدمي يكون يشرف عليه. كل وزارات تشتغل طبعا، أي وزارة تشتغل راح تحتاج أكيد فرق ماء وفرق مجاري، هاي توفرها مالة بغداد ومحافظة بغداد. إذا كان المنطقة في محافظة بغداد على محافظة بغداد توفر هاي الفرق، وإذا ضمن أمانة بغداد، أمانة بغداد توفر فرق لمعالجة كسورات الماء والمجاري من قبل أمانة بغداد، بالإضافة لجهد الوزارات اللي راح ينزل. فراح يصير فد تشجيع على العمل، ويصير نقدر نسيطر أكثر صراحة. يعني مثل وزارة النفط عندها كادر ممتاز، عندها مهندسين، وزارة الإسكان أيضا مختصة بهالموضوع. ففاتوا بهاي المناطق ان شاء الله راح يبين عمل واضح للمواطن واكثر من منطقه. يعني رقابه ذاتيه لو رقابه حكوميه ايضا مشكله من فريق ايضا خارج فريق الحكومة. لا لا لا، فريق الحكومي الخدمي هو عند الرقابه مستمره على كل المناطق، والقرارات يمه وياخذ بالتصويت عنده بالاغلبيه. فاحنا نعم في التصويت وبهيكليه سوينا الفريق، فبالاغلبيه فاحنا ما نفوت المنطقه اذا ما نتخذ قرار بالفريق الخدمي الهندسي، واي وزاره تدخل هي عندها ممثل مثلا ويانا يكون رئيس الفريق الفرعي ويانا. جيد، انا اليوم هذا العمل انجز مثلا في احدى المناطق، من كان يتابع يعني صلاحيه العمل، الكشوفات، من يتابع؟ ضمن الفريق الخدمي الهندسي قلت لك مثل ما قلنا شكلنا لجان فرعيه ومدير مشروع هذا يومي متواجد يكون بالموقع. بالاضافه لعندنا فرق استعينا مهندسين باقي الوزارات من حق نستعين مهندسين، هذول المهندسين يعدون لنا كشوفات، يعدون لنا تقارير يوميه، يعدون جداول كميات للمناطق اللي ندخلها، بعد يسوون فحوصات، يسوون لنا مسوحات قبل ما ندخل. فشكلنا خليه كامله للفريق الخدمي طبعا، وما عدنا مستمرين بتعزيز باقي الكوادر. ممكن. إيه، لانه احنا ما صار ترى الفريق ما يعني ما صار له شهر تقريبا، 15 اول منطقه دخلنا بها. يعني ما صار لكم هواي. لا 15 اول منطقه دخلنا بها منطقه الحريه. 15 اي، واليوم يعني بعد ثلاثه اليوم. واليوم ثلاثه. يعني بعد لكم يوم يصير لكم شهر. اي بعدنا شهر، بس شوف انا يعني احس انه فرحه الناس وهذا الصدى اللي اخذه، يعني احنا نفرح صراحه انه الدوله توصلت لها تدخل للناس المحرومه ذولي. جي. السؤال فني استاذ محمود. يعني انا مثلا طبينا بهاي المنطقه. هاي المنطقة بها أفرع، يعني كان تجاوز إن كان بس محرومة، ما بها خدمات، ما بها بنية تحتية. زين، شلون أقدر أمد مجاري مثلا بهاي المناطق؟ مناطق متداخلة، فروع متداخلة. نعم. يعني إحنا يمن بدينا بمناطق هاي حددنا أولويات، دخلنا بهاي المناطق اللي هي أفضل من غيرها. بس إحنا يمن نجي نصمم تصاميم قطاعية المية والمجاري نبدي يسموه أزبورت، كواقع حال نشتغل. يعني ما نشتغل مثلا مواصفات التصميم الاساسي مدينه بغداد لازم الزقاق عرضه 10 ولازم الشارع عرضه 20 فما نبدو، لانه واقع حال. فلقينا زقه 7 امتار، زقه 6 امتار، شارع 10، اقل من 10، نعتبره واقع حال. يعني واقع حال نصمم له تصاميم قطاعيه ونشتغله نربطه ويا شبكه المجاري ضمن المناطق السكنيه القريبه عليه. فنشتغل بهذا الصيغه احنا. تصاميم اشكاليات، احنا الاشكاليات عندنا مثلا بامانه بغداد عندنا دائره المجاري بغداد، هي دائره مختصه في تصاميم، يطلع ويانا مهندس من دائره المجاري بكل منطقه موجود، يعدلنا التصاميم والحلول لربط هاي المنطقه بشكل لا ياثر على المنطقه السكنيه ولا، ويكون سالك لهاي المنطقه، يعدلنا التصميم وننفذه احنا كفريق جهد خدمي بالتعاون مع الدائره البلديه. احسنت. شلون كان شفتوا تعاون الحشد الشعبي، يعني رجال ميدان شلون شفتوهم بالمعارك ميدان وايضا في ميدان العمل؟ الحشد الشعبي المقدس، احنا كل الشعب العراقي يعني مدين له بتضحياته، لانه قدم دماء واثبت نفسه للعالم كله، ولهسه هو محارب اثبت نفسه بالميدان الحرب، لكن لا يقل جهوده بميدان البناء ايضا. يعني لاحظناهم يعني
أبطال يعني 24 ساعة متواجدين، آلياتهم أول ناس نزلت خلاص بالعمل عندهم، مهندسين مهندسين من كافة الاختصاصات احنا استعانينا بهم، مهندسين مساحة عندهم، مهندسين مدنيين، ميكانيكيين، فيعني اعتبرهم فريق بناء وحرب. وان شاء الله هذا الفريق الخدمي احنا يعني اسميهم رأس الحرب عندنا وفريق آليات الحشد الشعبي وسيد ابو العلي كوفي الاخ الصديق. جزاهم الله خير الجزاء على هذا الجهد، وايضا جزاكم الله خير الجزاء على هذا العمل. كيف شاهدتم تعاون الاهالي؟ هذا اهم شيء يعني. أنا يعني اللي مستوي الأهالي مثلا هناك تجاوزات على الشوارع وعلى الزقة، أنه نلاحظ أول مرة أشوفها صراحة كعمل في أمانة بغداد أنه الناس هي تزيل التجاوز مالهم. المواطن يما يحس أنه الدولة والحكومة جادة في تقديم الخدمات وليس وعود وليس وعود كاذبة سوف نعمل وهذا، يما شاف الدولة نزلت آلياتها وقالت لهم زيل تجاوزكم، هم قبلنا قاموا يزيلون تجاوزاتهم. يعني يجون المواطنين يقولون يابا هذا اللي يتعارض وياكم نزيله. يعني هم يجون اليوم انا بشاكل عاني جو الناس قالوا شو تريدون 3 امتار 4 امتار حتى لا تيدون من بيوتنا بناخذ بس كون سووا لنا خدمات. فهذا احس صار فد تواصل حلو وجميل ويا بين المسؤول والمواطن الخدمي. واحنا اعطي مثال مثلا منطقه البساتين كنا انا وابعي كوفي والسيد ووكيل وزير البلديات تقريبا 3 ساعات يوم جمعه، الناس ما مصدق انه راح يفوت جهد بهذه المنطقه. الناس تجيب لنا شاي، يقدم لنا غداء، يقدم لنا ما ادري شنو، احنا بنصهم يعني. هاي اول مره نلفها صراحه، يعني انه كان الناس تدري المسؤول الحكومي بس الفتره السابقه هو يمثل السخط الشعبي كله بوجه المسؤول الحكومي، وخاصه طبعا مات بغداد لانه هو المسؤول عن الخدمات، فكل السخط المواطن على الدولي عكس على 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 المسؤول. هم يقول لك المسؤول المكتبي. اي المكتبي. اي اي. فاحنا صراحه تفاجئ، قلت لهم شوف انا كمثال اعطيت السيد ابو الكوفي، قلت له صار لنا 3 ساعات بهاي المنطقه، الناس احنا بنصهم قاعدين، وما حاسين انه احنا عندنا، لان شافوا الدوله تقدم خدمات لها، ومواطننا صراحه يعني مواطن بسيط، هو ابسط حقوقه هي يعني الدوله يعني ما متفضله عليه، لما تقدم له شهاده مو متفضل، هذا بالدستور وبالشرع هو هذا من واجب الدوله. فمواطن يمن يتجاوز مناطق زراعيه ترى مو انه من بطر، لا هي هو اضطر لانه الدوله ما عندها مشاريع سوت له اسكان ولا سوت له قروض ولا عالجت له السكن، عمود هو يتجاوز وهو في ازدياد. فهذا مشكله الدوله مو مشكله مواطن يمن يتجاوز عن مناطق زراعيه. هسه الدوله كنت صحح اخطائها ان شاء الله، يعني ان شاء الله بجهود الاستاذ محمد شاع السوداني انه نتامل كل خير ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمود كلمه اخيره قبل ان نختم البرنامج، زين سيد المخرج يشير يقول لي هذا خلص البرنامج، لكن كلمه اخيره. انا شاكر هالاستضافه الجميله منكم واتمنى ان تتكرر، والاعلام هو الداعم الاساسي للفريق الخدمي، ولو ما الاعلام احنا ما نقدر نوصل صوتنا للمواطنين ويسمع، وكل تساؤلاتنا نجاوب عن طريق الاعلام الشريف مثل قناتكم الايام الماضيه. احنا بالنسبه لكم نقطه في بحر امام جهودكم اللي تقدموا خدمه للناس. اي شخص اي مؤسسه بالدوله تقدم خدمه للناس على راسنا راح نخليهم، اكيد راح نكون اول الداعمين. الله يحفظكم استاذ المهندس محمود عزيز مدير عام التخطيط والمتابعه في امانه بغداد وعضو فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، شكرا من القلب لك ولكل اخوانك في فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لما تقدموه من عطاء واهتمام بالمواطن وخدمة المواطن، وإن شاء الله نتمنى هذا الفريق نشوفه في اليوم مؤسسة حقيقية تمتلك جيش من العاملين الأنقياء أصحاب الهدف السامي أن يقدموا خدمة بدون زيف ان شاء الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج وتقبلوا تحيات انا معدول مقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء في امان الله.